نشرة الأخبار من قناة نبا، والبداية بأبرز عناوين. تيالا يقول أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بتراجع سعر الصرف إلى النصف في السوق الموازية. حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى ينفي التجهيز للتقدم نحو منطقة الهلال النفطي. نائب المبعوث الأممي تقول أن البعثة تكثف لقاءاتها التشاورية حول الملتقى الوطني الجامع لتشمل كافة الشرائح. أهلا بكم. قال وزير الخارجية المفوض بالحكومة المقترحة محمد سيالة أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست على الواقع، وذلك بتراجع سعر صرف الدينار في السوق الموازية للنصف وتوفر السيولة النقدية حسب قوله. الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت تؤتي أكلها بوضوح، سواء كان ذلك في الانعكاس على سعر صرف الدينار في السوق الموازي والذي انخفض إلى أكثر من النصف، علاوة على توفر السيولة النقدية التي كانت شبه مفقودة في النظام المصرفي، وبدأت تتلاشى طوابير المواطنين أمام المصارف، وهو أمر واضح للعيان. هذا وأضاف سيالة في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الحكومة المقترحة اتفقت مع الولايات المتحدة على تكوين فرق عمل مشتركة في مجالات النفط وإعادة الإعمار. أكد الوزير دعم بلاده لبرامج الإصلاح هذه التي بدأت يقوم بها المجلس الرئاسي، وأكد تقديم الدعم وتلبية الحاجات الأساسية والنهوض بالاقتصاد الوطني. وتم الاتفاق على تكوين فرق عمل فنية مشتركة في مجالات النفط والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، ودعوة هذه فرق العمل للاجتماع في ليبيا لتحقيق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في هذه المجالات. وأوضح سيالة أن وزارة الخارجية تتواصل مع الحكومة الإيطالية لتبادل المسجونين بين البلدين، مؤكدا توكيلهم لمحامين للدفاع عن السجناء الليبيين في إيطاليا. نحن نتابع هذا الملف بشكل يومي، وهناك منهم من قدم إلى القضاء وصدرت ضدهم أحكام، وقد قامت الخارجية بتكليف محامين للدفاع عنهم، وسندافع عنهم أيضا في مرحلة الاستئناف. ومفاوضاتنا الآن مع الحكومة الإيطالية تسير في مجالين. المجال الأول من يتم الحكم عليه حكم نهائي باث في أن يتم تبادل هؤلاء المسجونين، لأن لديهم أيضا مسجونين، بحيث يتم قضاء هذه العقوبة قريبا. هذا وأكد وزير الخارجية المفوض أن ليبيا استفادت من عملية صوفيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة دخول السلاح إلى ليبيا. نحن نعتقد بأن عملية صوفيا سيتم تجديدها، لأن الاتحاد الأوروبي يدفع في هذا الاتجاه وهو مستفيد من عملية صوفيا. نحن أيضا مستفيدين من عملية صوفيا، خصوصا في تصعيدها في التصعيد الثاني بعد أن كانت هي فقط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أصبحت أيضا لمراقبة دخول السلاح إلى ليبيا، ولذلك نحن مستفيدين من عملية صوفيا، والاتحاد الأوروبي يسعى لتجديد هذه العملية. نحن استفدنا أيضا من بناء القدرات في خفر السواحل من هذه العملية في بعض العمليات المشتركة، ولذلك نحن ما لا نريده هو أن تدخل هذه الزوارق وهذه القطعة الحربية إلى مياهنا الإقليمية. اتهم مجلس النواب أطرافا داخلية وخارجية لم يسمها بمحاولة إفشال ومصادرة إرادة الشعب بهدف إدخال البلاد في الفوضى وتدميرها حسب تعبيره. وقال المجلس في بيان له أن بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدما في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة إلى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة بعد إنجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري والعاشر والحادي عشر حسب البيان. وذكر المجلس أنه سيواصل ما بدأه للوصول إلى إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة وفق البيان. هذا وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفض المجلس للتعديلين الدستوريين اللذين يجراهما مجلس النواب لمخالفتهما الاتفاق السياسي.
وأوضح المشري في مؤتمر صحفي أنهم يتفقون مع البرلمان في بعض النقاط والبنود، غير أن أخرى تبقى مبهمة ومخالفة للتوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي. قانون الاستفتاء ككرة الثلج تتدحرج بين مجلس النواب تارة والأعلى للدولة تارة أخرى، أيام بعد التعديل العاشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب حتى تتوافق المادة السادسة مع الإعلان. رد المجلس الأعلى للدولة برفض تعديلات النواب معتبرا إياها مخالفة للإعلان الدستوري وفق ما أعلنه رئيس المجلس خالد المشري. المؤتمر الوطني العام في جلسته الأخيرة أصدر تعديلا أو قام بتعديلا دستوريا هو رقم العاشر، ومنه اتخذت كافة الأجسام الموجودة في الاتفاق السياسي قانونيتها، سواء مجلس النواب وإلا المجلس الأعلى للدولة وإلا المجلس الرئاسي، لأن كل هذه الأجسام كان عليها لغط من ناحية الشرعية، وكان الاتفاق السياسي هو الحل لهذا اللغط والوصول إلى صيغة مشتركة. رفض علله المشري باعتراض النواب على ثلاث نقاط في قانون الاستفتاء، إضافة إلى المادة الثانية من التعديل الحادي عشر معتبرا إياها أزالت كل الأجسام التي جاء بها السخيرات. المشري تحدث بلسان أعضاء الدولة عن أن التعديل الدستوري تشوبه ملاحظات قانونية وهو في حالة مبهمة، معتبرا أن النواب صاغوا قانون الاستفتاء بطريقة توجه المواطن إلى رفض الدستور. قام مجلس النواب منفردا بإخراج قانون فيه مخالفات دستورية لا يمكن السكوت عنها، لأن هذا القانون صيغة ووضع بطريقة توجه الناخب إلى رفض هذا الدستور، ثم كان إبهام في من سيتولى التعديل لو رفض، وهذا الإبهام يعني أن مجلس النواب وهو كان في بدايته قد اتخذ خطوات في هذا المجال أنه يريد أن يعود قانون الدستور إليه ثم يشكل مجلس النواب لجنة أو غير ذلك. كلام المشري وضع النقاط الناقصة على إعلان النواب إجراء تعديلين دستوريين مقرا قانون الاستفتاء وهيكلة السلطة، التعديلان اللذان اعتبرهما مراقبون غير قانونيين نظرا لأن الجلسة غير مكتملة النصاب، وهو ما صرح به النائب زياد طغيم في وقت سابق للنبأ. إذن هي خطوة كان الكل يتأمل منها أن تدفع باتجاه حل الأزمة، لكنها جاءت مخالفة للتوقعات، ويبدو أنها أعادت الخلاف بين النواب والأعلى الذي من فك يعود إلى نقاطه الأولى. أكدت نائب المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني ويليامز تكثيف البعثة للقاءات التشاورية حول الملتقى الوطني الجامع لتشمل كافة الشرائح. وقالت ويليامز في كلمة لها عقب زيارتها بنغازي أن إعادة فتح مكتب بالمدينة وآخر في المنطقة الجنوبية سيساعد على استماع آراء شرائح أكثر من الليبيين لإخراج البلاد من وضعها الراهن وفق قولها. أضافت نائب المبعوث الأممي أنها استمعت للعديد من الآراء والتوصيات من أهالي المنطقة الشرقية حول الملتقى الجامع. قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة أن عملية الإعدام والاحتجاز والتعذيب أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا. وأوضح سلامة في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن ما وصفها بالتدابير التمييزية ضد النساء وحريتهن في التنقل ما تزال تتواصل في البلاد. أضاف المبعوث الأممي أن من يجرؤ على التعبير عن رأيه علنا يتعرض في أغلب الأحيان للمضايقة والاضطهاد وحتى القتل وفق تعبيره. أكد عميد بلدية شرقية أم الأرانب محمد العربي الإفراج عن أعيان الشرقية الثلاثة المختطفين من قبل من وصفها بالعصابات الشادية. أضاف العربي في تصريح للنبأ أن عملية الإفراج تمت مقابل فدية مالية تقدر ب 450 ألف دينار ليبي، مؤكدا أن المفرج عنهم بصحة جيدة ووصلوا لعائلتهم. ونبقى في الجنوب، حيث وصفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مقتل 6 رهائن تم أسرهم خلال هجوم تنظيم الدولة على مدينة الفوجا بالأمر المقيت للغاية حسب تعبيرها.
البحث. وفي بيان لها أشارت إلى أن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. هذا وكان عضو المجلس البلدي الجفرة عبد اللطيف جلالة قد أكد في وقت سابق لنبأ بأن المجلس أبلغ تصفية 6 مختطفين من البلدة على يد تنظيم الدولة. أعلنت مؤسسات المجتمع المدني بأوباري وأولياء دم ضحايا الغارة الجوية التي نفذها طيران أفريكوم بمنطقة العوينات في وقفة احتجاجية لهم الدخول في اعتصام مفتوح. المحتجون وفي بيان لهم طلبوا بفتح تحقيق محايد من قبل النائب العام بالحكومة المقترحة في مقتل 11 شخصا من أوباري. الآن نستنكر بأشد العبارات صمت حكومة الوفاق الوطني على هذه المجزرة ولم تتواصل مع أهالي الضحايا ولم تستنكر ما حدث. احنا اسبوع الثاني على التوالي نناشد هذه الحكومات للمرة الأخيرة بأن تتخذ موقف وطني في أن تنعى شهداء الوطن وأن تحاكم من ضلع فيها وتفتح تحقيق شفاف لدى النائب العام ليعرفوا أهالي هؤلاء من قتل وبأي ذنب قتلوا، وإلا أولياء الأمور سوف يصعدون هذه القضية. نفى القيادي بحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى سالم المغربي الأخبار المتناقلة عن تجهيزهم للتقدم نحو منطقة الهلال النفطي. المغربي وفي تصريح للنبأ قال أن تحشيد ميليشيات الكرامة بمنطقة الهلال والترويج على أنه لصدنا مبني على أخبار كاذبة ولا تعدو كونها استعراضا للآليات العسكرية حسب قوله. هذا وكانت مصادر النبأ قد أفادت في وقت سابق بوصول قوة من كاتبتي 106 وطارق بن زياد المدخلية التابعتين لميليشيات الكرامة إلى منطقة الوادي الحمر شرقي سرت. في الجنوب أيضا دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإغلاق القصرية لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية لحقل الشرارة النفطي حسب تعبيرها. دعت البعثة في بيان لها الاثنين إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة، مضيفة أن استمرار إغلاق الحقل سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم بقيمة أكثر من 32 مليون دولار. قالت البعثة أنها تدرك بأن لسكان الجنوب مطالب مشروعة ويتأجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات، داعية الحكومة المقترحة إلى العمل بسرعة وبحزم لتقديم الخدمات إلى المنطقة. نظم المجلس الاجتماعي لقبائل التوارق ببلدية بنت بي الاثنين وقفة تضامنية تأييدا لحراك غضب فزان. ندد المشاركون في الوقفة بما صدر عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من وصف قادة الحراك بالمخربين والضارين بالمصالح الوطنية، مؤكدين أن المطالب الواردة في حراك غضب فزان هي حقوق فعلية وعلى الحكومات الإسراع في تنفيذها حسب البيان. اليوم تمسكنا وتنادينا لنؤكد له ان الجنوب او الحراك هذا ليس حراك فرادي، بل مكونات كلها المتعايشه داخل الجنوب مؤيد لهذا الحراك، لانه راح ينزع حقوق المواطن في المنطقه الجنوبيه. أعلنت إدارة مطار بنين الدولي بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني عن قفل المطار أمام حركة الملاحة الجوية لإجراء الصيانة العاجلة والطارئة للتصدع في مهبط الطائرات الرئيسي. أشارت إدارة المطار عبر موقعها على فيسبوك إلى أن الإغلاق سيكون يوم الجمعة القادم من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 7 من صباح السبت 15 من ديسمبر. نبهت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران لتزويدهم بمواعيد رحلاتهم بعد تعديل توقيت سفرهم. قالت إدارة توزيع طرابلس بالشركة العامة للكهرباء إن أعمال سرقة استهدفت 30 كيلومترا من الأسلاك الكهربائية بالإضافة إلى الأعمدة والتي كانت معظمها في الحي الصناعي بتاجورا. أوضحت إدارة توزيع طرابلس أن التخريب أدى إلى حدوث انقطاعات في الكهرباء وصلت إلى ساعات طويلة من الليل، وجرى صيانة حوالي 15 توصيلة إلى حد الآن، وأعمال الصيانة مستمرة لباقي التوصيلات المسروقة. النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل.
وزارة الصحة بالحكومة المقترحة تفند الشائعات عن استخدام لقاحات تطعيمية منتهية الصلاحية. معا لمحاربة الفساد. تحت هذا الشعار احتفلت هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتطرقت من خلاله إلى كيفية تطبيق ومعالجة مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد مع تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة. كاميرا نبأ حضرت الاحتفالية وعادت بالتقرير التالي. جرات فساد مرتفعة تتصدر أغلب الدوائر الحكومية الليبية أثرت سلبا على هيبة القانون والمؤسسات وانعدام ثقة الأفراد بها. وضع دعا هيئة الرقابة الإدارية إلى توظيف اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 19 من ديسمبر من كل عام منصة لدعوة إلى مكافحة الفساد والحد منها. طبعا هذه ظاهرة عالمية، ما هيش ظاهرة محلية بس، وتتفاوت نسبة الفساد من دولة إلى أخرى حسب بالواقع اللي هو موجود في هذه الدول. ليبيا للأسف الشديد يعني تقع في آخر القائمة في الدول اللي فيها فساد كبير نتيجة الظروف اللي تمر بها البلاد، وإحنا عارفين كل شيء، الانقسام السياسي، فوضى السلاح، انقسام الهيئات والمؤسسات على مختلف أنواعها، وهذا فعلا يؤدى إلى هذا المستوى، لأن إحنا لا نستطيع أن نطبق القانون وأن نعاقب نحاسب المسؤولين وأن نوقع عليهم العقوبات اللازمة حتى يكون هناك رادع ورادع قوي. العاصمة طرابلس بوصفها مركز القرار الوطني والمقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية احتضنت احتفالية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وسط حضور رسمي مثله رئيس الهيئة وعدد من المهتمين والباحثين بهذا المجال. التسيب الإداري واستغلال الوظيفة العمومية للترابح وتجاوز القانون عوامل أدت إلى إطلاق نقود الخطر والتحذير من تأثير الخطط التنموية والنمو الاقتصادي للبلاد وما ينتج عنه من تراجع في السلم العالمي للدول المكافحة للفساد. ومن هذا المنبر ندعو حقيقة كل الجهات، جهات الدولة سواء كانت التنفيذية أو الرقابية أو التشريعية حتى، أن تلتئم مع بعضها لبناء دولة قوية يمكن للأجهزة الرقابية من خلال بناء وتوحيد المؤسسات يمكن من خلالها أن تقوم بأداء مهامها على الوجه المطلوب. آفة خطيرة تحتاج لمجابهة شعبية ورسمية وحزمة تشريعية تساعد على الحد من تفشي الظاهرة التي انتعشت في السنوات الأخيرة مستفيدة من حالة الانقسام السياسي وضعف أداء الأجهزة الرقابية. مع نهاية 2018 لا تزال ليبيا من ضمن قائمة العشر دول المتصدرة حول العالم التي تعاني الفساد الإداري. تسعى الهيئة من خلال الاحتفال بيومها أن يكون هناك وضع استراتيجيات وضوابط للحد من انتشاره في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. حسين البرناوي، قناة النبأ، طرابلس. أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة توقيعها عقد صيانة للمركز الوطني لمكافحة وعلاج مرض اللاشمانيا والبلهارسيا والمركز الصحي صلاح الدين بمدينة تورغا. وفقا لما ذكرته الوزارة عبر حسابها بفيسبوك، فإن الشركة المنفذة ستبدأ أعمال الصيانة الشاملة للمرفقين فور استلامها للمركزين. أشارت الوزارة إلى أنها ستوقع خلال الأيام القادمة عقد الصيانة مستشفى تورغا القروي، فيما سيشهد الثلث الأخير من العام القادم عودة تقديم الخدمات الصحية داخل المدينة بشكل اعتيادي. شائعات متداولة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام لقاحات منتهية الصلاحية تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيمات، فما حقيقتها وكيف أثرت على مسار الحملة؟ لليوم الرابع على التوالي تتواصل حملة التطعيمات على مستوى البلاد ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين A. ما أن انطلقت الحملة حتى تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأخبارا تتحدث عن حقن الأطفال بأمصال ممرضة، وهو الأمر الذي فندته وزارة الصحة وأكدت أن التطعيمات تسير بشكل جيد.
الوزارة أكدت أيضا أنها تتابع سير العمل داخل المراكز الصحية بشكل دقيق، وأن وزير الصحة المفوض عمر الطاهر يشرف بنفسه على الحملة عبر زيارة عدد من المراكز الصحية برفقة ممثلين عن منظمة اليونيسف. يتواصل إقبال المواطنين على المراكز الصحية لتطعيم أطفالهم، وهو ما يعكس أثر الحملة التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأهمية التطعيمات ضد مرض الحصبة والحميراء للفئات العمرية التي تبدأ من سن الولادة وحتى العام 15. أما فيما يتعلق بآلية التطعيمات فقد قسمتها وزارة الصحة إلى فئتين، الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال وتمنح للأطفال من عمر يوم حتى العام 6، أما الفئة الأخرى فهي ضد الحصبة والحميراء وتستهدفهم من سن 9 أشهر وحتى العام 15 أيضا. رغم استمرار تداول الشائعات حول الأمصال الممرضة يستمر توافد المواطنين وإقبالهم لتطعيم أطفالهم، الأمر الذي يؤكد ثقتهم بالمراكز الصحية وإيمانهم بأهمية تحصين أبنائهم من الأمراض. أوضحت وزارة المالية بالحكومة المقترحة أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي بتحويل 110 ملايين دولار إلى السفارة الليبية بالعراق والموجودة مؤقتا بالأردن جاء لتغطية ديون المصحات الأردنية على الدولة الليبية. إدارة الميزانية بالوزارة نوهت عبر منشور لها بفيسبوك أن كل من رئيس المجلس ووزارة المالية والصحة والأجهزة الرقابية عملت على تحديد الالتزامات المتراكمة منذ 7 سنوات، مؤكدة أن تلك الالتزامات وجب سدادها للجهات ذات العلاقة في الدول الأخرى. وأضافت إدارة الميزانية أن سداد تلك الالتزامات من شأنها أن يرفع المعاناة على أصحاب الأمراض المستعصية حسب تعبيرها. ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سيالا يقول أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت بتراجع سعر الصرف إلى النصف في السوق الموازية. حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى ينفي التجهيز للتقدم نحو منطقة الهلال النفطي. نائب المبعوث الأممي تقول أن البعثة تكثف لقاءاتها التشاورية حول الملتقى الوطني الجامع لتشمل كافة الشرائح. كما تبعتم أيضا وزارة الصحة بالحكومة المقترحة تفند شائعات عن استخدام لقاحات تطعيمات منتهية الصلاحية. ختام النشر، إلى اللقاء.